السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكم متابعين قناة الشرقية للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله اخواني في كل مكان وحياكم من سوريا، من معكم البقارة. اليوم 5/6/2024 احنا متواجدين في مزاد البقارة، حياكم الله جميعا اخواني. اخواني قبل ما نبلش، كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم الصحة والسلام والامان ان شاء الله تعالى. اخواني نذكر اسعار الأضحية، الغنم، الماعز، الجباش بالدولار بناء على طلب متابعينا ومشتركينا. طبعا حبيت بالله يعني اليوم أنا ما أقدر أترجم كل الحلال على الدولار، يعني يصعب علي لأنه أصور 70,000 نوع من الحلال يعني، فلذلك يعني ما بدأ شيء يعني تقسيم. اليوم إذا أقول 3 ملايين سوري أقصد تقسيم 15,000 الدولار أسفل الشاشة 15,000 يبين معك القيمة على الدولار. طيب نبلش بالأسعار إخواني. طبعا الشبش اليوم، شبش الأضحية وزنه 75 كيلو حقه $500 بشكل تقريبي. طبعا الأسعار أبو 85 كيلو تقريبا حقه $600. طبعا العجة تراوح أوزانها بين 40 و 65 كيلو، سعرها تقريبا من $225 ل $300، وتصل العجة الطيبة تصل إلى $325. طبعا العنز إخواني، العنز من 40 ل 65 كيلو، بمعز 40 كيلو، بمعز 65 كيلو. طبعا الأسعار من $165 إلى $265. طبعا الخروف الوردي حسب وزنه، حسب لحمه، إذا تقريبا وزنه من 35 ل 45 كيلو تقريبا تتراوح أسعاره على الدولار. أبو 45 كيلو $235، أبو 65 كيلو $325. طبعا بي أدونه بي أكثر طبعا حسب اللحم وحسب النظافة. طبعا اخواني بالنسبة لأسعار الجداية، طبعا الجداية مو أضحية ولكن أسعارها تقريبا من 67 ل 120 دولار. أسخلة، أسخلة السنة الوردية من 67 أيضا إلى 100 دولار. طبعا الخروف الوردي طبعا سعره كتجاري من $135 إلى $200. طبعا أكثر موجود بالنسبة لأسعار الحلال. حسون الغالي شون اليوم؟ تحياتي لك. شون السوق اليوم؟ شون سعر السوق؟ شون الوضع بالسوق اليوم؟ والله السوق هذا تنباع الضحايا أكثر شيء، الضحايا هي جات تنباع. طيب اللحم تنباع، الخروف والوردي باع بال1 و2، أيوة أيوة. الشبش، الشبش انباع زاد، انباع من 5 ملايين ل 7.5. اليوم سعر العجة كأضحية تقريبا على الدولار، يعني الزينة الطيبة، الزينة العجة الزينة الطيبة $300، $325، 300 يعني 325 5 ملايين 4.5. العجة فاخرة، ايوه العجة فاخرة. الشبش تقريبا حسون يعني بشكل تقريبي، الشبش الزينة من $400 ل 500، هذا الشبش فوقاني فوقاني ضحية فوقاني. لا ابو $400 6 ملايين ما اتوقع انه فوقاني، يطلع 75 كيلو. اي تماما، بي 500 بي $600 $600 حسب الوزن يعني. لا $600 شبش عاد فوقاني، حسب شبش فوقاني. طيب مثل الغنم الزينة هاي، لك حسنة هاي طلب عليها 6 ملايين سوري تقريبا $400. غنم جنية طيبة زينة حسنة، زينة طيبة ما شاء الله، شكله جمال، اللهم صل على سيدنا محمد، ذواب زينات ما شاء الله. هاي غنم اخواني، غنم جنية الطلب عليها $400 العجل الوحدة. لحم، ضحايا، غنم جنية كلها تصير احسن، غنم شغالة على كل الاتجاهات، على كل الاتجاهات. سن طيب، سن فتى كلها رفاه ما شاء الله عليه تبارك الله. اخواني هذا جامع عندنا محيط بقريتنا في مناطقنا. طبعا الجامع مبني من زمان ولكن ناقصنا صبة السقف، اهم شيء هي السقف. طبعا هو ناقصه امور كثيره ولكن شيء اهم شيء السقف. اخواني اللي عنده شيء في سبيل الله، صدقه جاريه، قال عليه الصلاه والسلام ما نقص مال مسلم من صدقه، فاحنا باشرنا ان شاء الله ببناء السقف، يعني بلشنا بحمله لجمع تبرعات حتى نبني الجامع او حتى نسقف الجامع. طبعا هو ناقصه شبابيك، ناقصه صبه ارضيه، ناقصوا سجاد، ناقصوا أمور كثيرة، مئذنة، طاقة، طبعاً بيرمي الله يجزاه خير، رجال حفر بيرمي وبجنبه، أما إحنا ناقصنا الصبة. فاللي عنده شيء
يحب يساعد يحب يساهم، فرقمي موجود أمام الشاشة، فإن شاء الله تكون صدقة لكم جارية بإذن الله تعالى. وراح طبعا نصور أول بأول بناء المسجد بإذن الله تعالى. طبعا أهل القرية ما قصروا وكل الناس ما قصرت اللي قدمهم، ولكن احنا مثل ما يقول طارحين الأمر هذا على عبر قناة الشرقية للمواشي، فلعنده شيء احنا مثل ما يقول جاهزين إن شاء الله لعمل الخير. طبعا هذا بئر المي إخواني، طبعا حفروا الرجال من سنة كاملة للجامعة ذي، هو بجانب الجامعة. هذا حسون الشبشب شنو سنه؟ ثني رباع شنو؟ شبش أوضح ما شاء الله. أحسن؟ ثني ما شاء الله. شو تطلبون علي حسون؟ ثمن ملايين سوري. ما تعرفون يعني تقريبا ايش قد؟ عمار جحر تطلب 400 دولار، انت شلون تطلب على الامارات؟ شي 500 يزود الجزء الفقره. ايه ما شاء الله، ما يصير بس فعل طيب ما شاء الله زين. شفنا دولار ولا سوري؟ حلو طيب حسون هاي والله يا اخي 200 دولار 200 دولار ما شاء الله 200 دولار انسامت. وش قد البيع حسون؟ شي 215 دولار البيع الراس الواحد، طبعا خرفان هاي ما شاء الله. ايه حسون هاي جدايه نعرف انه انباعت، بس نشوف الكبار هاي وبعدين نشوف الصغار. هاي تقريبا انباعت 1,700,000 1,800,000 18 1,800,000 يعني 120 دولار 120 125 دولار. ايه هذا جوز ادون بس هذا جوز مع بعض جوز مع بعض بس هذا حلو والله هذا يا اخي فحل المعزه طيبه. طيب اذن جداي اذن الحمر جداي من 13 ل 15 يعني من ال 100 من ال 90 لل 100 من ال 90 لل 100 من ال 90 دولار ل 100 دولار 85 حسب. ايه والله يا شباب لازم تبعثون هديه لحسون لانه اليوم تعبنا بالدولار. عادي عندك هذا يباع 20 هذا 20 يعني شيء 65 دولار تقريبا الخروف مو؟ اكثر عفوا 100 وشوي 100 125 130 ايوه. شنو الفطيمه هاي؟ هذا دعم الوردي هذا من ورا. ايه هاي الفطيمه شنو؟ هاي تباع 20 مليونين ايوه تمام. فطايم 15 مليون و500 مليون و500 مليون و500 هاي جر الفطايم يعني اي كله فطايم جات اخر مليون و500 شباب 100 100 500 الدفع 100 دولار 100 دولار مليون و500 يعني 100 دولار 100 دولار يلا يا شباب نعم 15 15 والله بلاش 3 6 15 15 15 15 15 16 لا 25 تعال بدل لا 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 25 بالف يردل بالف يردل بالف 30 دولارين 10000 يا شباب 10000 حد مو دولار 10000 لو لك بس مكمل دولار واحد 10000 لك ما صعبه خربان فطايم 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 15 و10000 امانه الله عليكم 15 و10000 15 و10000 10000 مليون و500 و10000 يعني 100 دولار الا شوي عد دولار ما كملوا شو السعر يا عماد لا 103 دولار يا اخي 100 دولار 100 دولار اعتبرهم ايوه ايه هاي 100 دولار وسنتينات سنتين 31 سنت ايه انا ما اقول سنتين ال 10 دولار ايش قد ال 10000 ايش قد زبيدي؟ لا لا ال 10000 ال 10000 مو 31 سنت؟ 25 لا يا اخي 25 70 25 والله 25 سنتيمتر انا فكره 31 سنت 25 تعودنا عليها 25 ها صار 25 صار 100 دولارين الا نترى 15 و25 الف يا شباب دايم ابو 500 امانه الله هذا عنده شيء على ايش قد يعني ايش قد؟ مليون و600 ابو غزل على راسي يا ابو احمد عدا ونقدا ولا دين؟ عدا ونقدا لا لا عدا ونقدا شندي شندي على مليون و600 يا شباب امانه الله على احلال المسلم يعني ايش قد يا عبيد؟ مليون و600 ال100 كم دولار؟ 6 7 107 دولار 107 دولار يلا 107 دولار ارحب هذا عنده عليه شيء يا شباب اقل 66
يا اخي في دلاله في شيء اسمه تلحقها. تم البيع $106 يا تقريبا $108 مع دلاله لاعبه. $108 مع دلاله. خلاص شنو تريد سويت يا اخي؟ ايش كان هيا شلت شباش شلت شباش هاي شباش اخواني بين 7 ملايين و500 ل 8 ملايين و500 ل 9 ملايين 6 ملايين و500 حسب الشبش، يعني من ال $400 $450 $500 $600 حسب الشبش وحسب لحمه وحسب وضعه ما شاء الله تبارك. فحوله فحوليه لحم كله شقار تبارك الله. هاي اسعار الاضحيه اليوم ذكرنكم اياها بالدولار وبالليره السوريه، ترجمناها على الدولار حتى المشاهدين والمتابعين تكون عندهم صوره واضحه عن اسعار الاضحيه في جنوب الحسكه شرق سوريا. تبارك الله احسن الخالقين. شبش بلدي اخواني سالفه معنا الضحيه. طيب زين ما شاء الله 6 ونص صار 6 ملايين و500 6 ويلا خلصنا منه. يلا خلصت منه واليوم والبارح يريدوا ب 8000. اي ما بيش ما بيش الله يرزق. $430 تقريبا. الله يرزق تبارك الله. ب 6 ونص اجره اتفقنا عليها لانه قلت قالوا ال 6 ونص ست ملايين وخمسمية سوري اخوان. ارهام يا حسن ارهام جاد راجل صاحب الحلال. ها السبعة والله بهديه. انت تريد مجرم يا اخوان؟ ايش كان بكل حج هذه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال يريد مجرم ويصير ضحية. ايش كان بكل الحج؟ توكل على الله. سجل اختباري يا مازن. تم البيع 7 ملايين تقريبا. ايش قد 7 ملايين؟ $465 تم البيع اخواني. مليون و400 جداية. هاي اول استفتاحية الصبح. لا انا جريان افضل. مليون و400 تبارك الله. الجدل واحد مليون و400 تم البيع. مليون و510 فطيمة الوحدة مليون و510 عندك جيب عمار خمسة يقول ايوه 15 20 و25 30 ايوه نص شوف ايوه 50 هذا عنده شيء مليون و550 نعم عندكم شيء تقريبا الوحده $100 $100 تسكير والله تسكير نسان خلاص ما يصير ما يصير. ايش قد ابو محمد؟ ايش قد صار احمد؟ لا احد يحكي شوف من 20 وفوق 20 مليونين 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 شي $65 هاي فطيمه جاي يطلب عليها مليونين سوري اخواني. أيه وما تخلص زاد بعد فطيمه ورديه زينه ما شاء الله مليونين سوري الطلب عليها مليونين يعني شي $65 يا ابا 18 ها 18 حول هيا 18 ايوه 25 50 75 900 مليونين مليونين صارت مليونين هذا عنده شيء عليه مليونين و25 مليونين و25 25 25 25 شيء $70 25 والله لسه ما صار $70 اخواني. عفوا اخواني خربطنا صارت $140 خربطنا قلنا $70 و$60 $140 شو اقول لك؟ مليونين و100 ما تلقى اكثر معكم هاي 4 ملايين و100 هاي المنة العجلة الرباعية 4 ملايين و100 هاي المنة ما شاء الله عليك كرة 4 و100 4 و100 4 و100 هالكرة الحلوة الزينة يولوا حرشية الحمدانية انا ايه بيد فتح ضربتك ضربتك شقد الفايده 400 لحم 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 اخواني وصلت 4 ملايين و100 $173 وما باع صاحبه ما شاء الله تبارك الله 200 اخواني $273 اليوم ما اعرف ايش صاير علي انا 20